صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ألحقنا بهم ذريتهم، فسرها أحد العلماء فقال: يشترط للحوق بالوالدين في الآخرة أن يكون الإبن ساكن مع والديه في بيت واحد، أما إذا خرج في بيت مستقل فلا يلحق بوالديه، فهل هذا صحيح؟ ما أدري من هو المفسر هذا، أظنه من المتعالمين. هو بلازم يكونون بيت واحد، هو بلازم يكونون في بيت واحد. نعم.